اثنين ثلاث أربع خمس ست. بسم الله صفر وابتدي. بسم الله. بسم الله صفر وابتدي. انزل لو سيل تعال العب معاي في كل مجال، في الشرق ولا في الجنوب، في جبلة ولا في الشمال، انزل تعال ارثك قطر العب معاي عرض وطول، ركز وشوت تحط جول، العب العب ركز وشوت تك 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 معاي وحاول حسين لو تعال العب معاي في كل مجال حول عليه حول سلام. رامل ايش تسوي وين تودي كنت فوق لين يطرى علي الاول تطرى لي سوالفكم
ألاقي نفسي تأخذني على غفلة لسكتكم هذه الرائعة للفنان كبير عبد العزيز ناصر والدكتور بشير في سبعينيات القرن الماضي. وكل ما دخلت لوسيل وشفت البيوت القديمة والمنازل القديمة تذكرت. ساكم الله بالخير في ليوان لوسيل أهل قطر بدوهم حضر وحضرهم بدو، يعني في قطر لا في بدوي ولا في حضري منذ البداية يعني. والحلال والبوش طبعا سمة من عاداتهم وتقاليدهم في الماضي، في الصيف في البحر وفي الشتاء في البر. والحلال طبعا غالي جدا جدا عند اهالي قطر، في الشتاء مع حلالهم في البر وفي الصيف او في القيض يدخلوا الغوص الطويل ودعوا حلالهم عند الودعي الين الشتاء الجاي. وطبعا في الماضي في البر ما عندهم رعيان، يرعون الحلال هم العيال الصغار، يرعون الهوش والكبار يرعون الدبش الأكبر. طبعا عقب ما طلع البترول وطلع النفط تغيرت أحوال الناس وانتهى الغوص وراحوا الشركات، اللي راح تخان واللي راح مسعيد والله فتح عليهم باب الرزق. لكن تم الدبش والحلال عندهم، وكثير من البيوت كان عندهم حلال وحوطهم في البيوت حتى في الستينات يعني والسبعينات، بداية السبعينات كان خاصة أهل الغرى حتى في الدوحة يحطون راعي، يحطون راعي والصبح اللي قاموا وحلبوا حلالهم راحوا ودوا غنمهم للراعي في المسراح، في مسراح تجمعون فيه كل الغنم ويعطون هذا الراعي كل شهر كروته، كل شهر كروته يودونهم الصبح ومسيان يقعدون تريونهم لين يرجعون ويدخلونهم أحوطهم. هذه حال الحلال عند أهل قطر. واحد ما أبي أقول اسمه توفى الله يغفر له ويرحمه وهو يرعى حلال هله، شافته وحده قالت له راعي الغنم ما له مع الناس ناموس غير البعر والصون وصخ ثيابه. يعني مجموعة من البنات كانوا يرعون حلالهم، فواحدة منهم قالت لراعي الغنم ما له مع الناس ناموس غير البعر والصون وصخ ثيابه، رد عليه وقال راعي الغنم يا بنت بندق مع قوس يحميك لمنك نزلتي شعابه. راعي الغنم يا بنت بندق مع قوس يحميك لي منك نزلتي شعابه. ردت وقالت له راعي الغنم وين اللي ياخذ حدانه، يعني واحده منه وين اللي ياخذ حدانه، قال كان النسب يرضيك حولي احذانه. وهذه قصه صارت في الشمال، ما نبي لا نذكر قائل هذه الابيات ولا نبي نقول من هي اللي ردت عليه. وهذا حياه قطر مثل ما قلت لكم، بدويهم حضري واحضريهم وبدويهم احضري. اروح حق ضيفي، عندي ضيف عزيز متألق اصبح فاكهة من فاكهة شهر رمضان خلال 4 سنوات الماضية، اروح اتعرف عليه. ابو محمد، ابو محمد، ابو مشعل جايك 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 جايك
استريح. انا ما عيني اتحرك ولا بجيك لين هناك؟ لا 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 جيني انا بجيك. ايه؟ انا بجيك انا واحد من يعني معجبيك. يشرفني والله ويسعدني محمد. شلونك؟ الله يطول عمرك. كيف الحال؟ بشرني عنك. بشرني عنك. الله يطول عمرك. شلون الاهل؟ شلون العيال؟ شلون الامور؟ بخير وطيبين. دائما دائما متالق. الله يجزيك الخير. واصبحت يعني ايقونه في شهر رمضان. الله يطول عمرك. وقدمت يمكن 4 مواسم. صحيح. وكلها مواسم جميله. ابي اعرف قصه البدايه. قبل قصه البدايه ابو مشعل الله يحفظك، طبعا ابارك لك ما شاء الله التالق الجميل هذه السنه، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. والله يطول بعمرك. قطر كلها كانت تسال عنك يا ابو مشعل، وانت مظهر الاعلام عندنا في قطر. الله يطول بعمرك. تحيه للقائمين ما شاء الله على الليوان والمخرج ايضا جابر الهازري، الله يعطيكم الصحه والعافيه. ابو كريم محمد محمد، ابو كريم والشباب كلهم الله يعطيهم الصحه والعافيه. مشروع جدا جميل ومن تالق الى تالق ان شاء الله. الله يطول. تصدق ابو مشعل لبيه. ان انا في 2002 شاركت في الليوان. صحيح. كنت صغير. صحيح. اي والله نسيت. واخذت الدانة. اي والله. اي اخذت الدانة وفزت بسؤال. زين كل يوم انا كل يوم الاقيك احيانا ما تقول لي. إيه؟ ما اول انا توني مكتشف، حتى الوالده تقول لي علي يبا احنا شاركنا، وتذكرت الحين حتى ذكر المسابقه وكلمونا من البيت، وان انا بشارك باسمي مشارك. الحين بحاول اطلع ان شاء الله اللقاء، وان شاء الله بطرشك فيه. ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي فكرة البرنامج الموسم الأول. والله أبو مشعل البرنامج برنامج ابتداء من خط الرحالة إلى أن أعطيك خط الرحالة غير صحيح. إتقان إتقان غير. أي أي خط الرحالة كنا نبي ننقل تجارب خارجية خارج قطر، سواء نشوف الدول الرائدة ونحاول نتعلم منها أكثر، ندرس لها نتعلم منها. وطبعا كل برنامج نصوره كنا نبي نعرف ليش بنصور الجزء هذا و ايش بنستفيد من تصويره. يعني بعطيك مثال الصين. سؤالنا احنا الداخلي او سؤالنا الخارجي كان للاعلام، لماذا الصين عظيمه؟ صحيح. ليش الصين عظيمه اليوم؟ صحيح. يعني اليوم انت كل يوم تسمع الصين والصين بطل لك الحين هذا ميد ان تشاينا، كل شيء يقول لك، حتى العلم الامريكي ميد ان تشاينا. صحيح. فيقول لك ليش الصين عظيمه؟ فرحنا نبحث عن عظمه وعمق هذه الحضاره العظيمه ابتداء من تاريخ 2300 سنه الى وصولهم الى ما وصلوا عليه اليوم. ايش اسباب نجاحهم؟ اسباب قوتهم؟ اسباب اتقانهم؟ نبحث في العمق والثقافه وننقلها للمشاهدين في قطر والمنطقه. واعتقد انه حقق نجاح كبير الصين. صحيح. الصين واوروبا ايضا. يوم صورنا اوروبا كان سؤالنا ابو مشعل لماذا اوروبا بهذا التماسك وعمق اوروبا، ومتى بدت اوروبا؟ فدخلنا فيها من عصر النهضة إلى وصول أوروبا إلى ما وصلت عليها اليوم، وكذلك أيضا المواسم في سواء في أمريكا اللاتينية أو حتى في القطب الجنوبي أو حتى في الهند أيضا كانت سلسلة جميلة. بعدين حاولنا أن احنا نغير القالب نوعا ما، أن ندخل مشروع جديد اسمه إتقان. هذه السنة هذه النسخة الثانية لبرنامج إتقان. طبعا النسخة الأولى لبرنامج إتقان نسلط الضوء على المشاريع القطرية. تصدق يعني أنا اندهش حتى وأنا أصور إتقان في كثير من المواضيع عندنا في قطر يعني ما تلاقت الضوء. مهملة. مهملة بشكل كبير أبو مشعل، يعني وجميلة، عندنا أشياء جدا جميلة في قطر وأنا توني منتبه لها من خلال إتقان الأول. فصورت إتقان الأول والحمد لله نجحنا أعتقد فيه، ومن ثم صورنا إتقان الآن الثاني. وحاولنا إحنا أصعب شيء نحاول نغير عشان ما يمل المشاهد، نغير نشوف لنا طريقة، نشوف لنا شيء جديد. فالسنة هذه قلنا إتقان العرب. حلو. يعني قطر صح وصلت على كأس العالم، كأس العالم وعلى إتقان كبير، بس ليش اليوم الغرب أبو مشعل يطالع العربي الإرهابي راعي البير اللي عنده صحيح الناقة؟ صحيح. تعرف الصورة هذه؟ صح صح. النمطية يعني القديم اللي، والمشكلة أن قاموا يعني حتى لو رحنا الغرب أحيانا البعض كبار السن ما يلبسون ثياب، يخافون يطلعون هذا الجانب. صحيح. يوم بطلنا تاريخنا إحنا كله مشرف. يعني شيء عظيم. يعني حتى الإسلام يوم جاء الإسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. أتمم. يعني أثبتها، هي موجودة من قبل. نعم هي موجودة كانت في الجاهلية، إنما جئت أرسخها من جديد. أي بالضبط، أرسخها من جديد. فابتداء رحنا عند 2000 سنة عند الأنبار، الحضارة العربية الأنبار، رحنا القدس صورناها. صحيح. والجانب القدس أيضا حاولت أني ألفت الانتباه. لا اللي عجبني أنا في القدس
انك اخذت جوانب ما حد تطرق لها من قبل. بالضبط، هذه نقطة اللي بقول لك اياها ابو مشعل، لاني متابع. اي ما شاء الله عليك، الله يقويك، انت من زمان متابع، الله يقويك ويحفظك ان شاء الله. القدس قلنا ما نبي نروح هناك طبعا، ايه؟ كل يعني قلوبنا ونحب فلسطين، وفلسطين قضيتنا الاولى، بس ما نبي نروح نصيح هناك. صح، وهم الله يعلم انهم في قلبنا من اليوم الاول. صح، ولكن يجب ان نغطيهم من الجانب الثقافي. صحيح، لازم يكون هناك ثقافه. صحيح، ومشرفنا. الله يطول، ناخذ اتصالات وعقب نكمل الله. حديثنا توكل الله. يلا محمد، هاي تعرف يسمونه في جده؟ لا، بليله. الو الو جبران. الو مرحبا. يا مرحبا يا جبران، وين تكلمنا؟ من الغرافه. يا مرحبا، حي الله الغرافه واهلها. تبيني ولا تبي ابو محمد علي بن طوار؟ انت البركه يا ابو محمد. اكيد البركه ما يحتاج. يلا نقول شد الحيل والعب واطرح لك على ملعب. روح. ان شاء الله وجه الخير عليكم. امين 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 امين. الجنوب، اين يقع مسجد المملكه الملكه صفيه؟ ايش مكتوب هناك علينا؟ ما اشوفه. لا ايه شم... مصر، العراق، اليمن. صفية في مصر. مصر طبعا صفية، وانت تلقاها في مصر. يلا شد الحيل والعب واطرح لك على ملعب. هولو يا هولو يا هولو يا هولو يا هولو يا خليفة الدولي، ما هي المدينة التي كانت آخر معاقل المسلمين في الأندلس؟ قرناطة، قرطبة، طليطلة. في سوق في الدوحس بقرناطة؟ اي عدل. لكم 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 قرناطة. قرناطة. يلا شد الحيل والعب بطرح لك على ملعب. هولو يا هولو يا هولو يا هولو يا هولو. صورت في قرناطة صح؟ صورنا في قرناطة. حزن قرناطة. ها؟ حزينة. حزينة طبعا طبعا. من هو صاحب كتاب الاعتبار؟ ابن كثير، الطحاوي، شو اسمه ذاك ابن منغد، اسامه بن منغد. اسامه صحيح صحيح. ما شاء الله عليك. الحين والله صراحه انت عندك 3000 ريال، تاخذها ولا تروح لوسيل؟ لا توكل، روح لوسيل. قم يا ابو محمد. بسم الله. يوم رحت غرناطه. اي. مشاهدك شنو هي؟ رحنا صورنا يعني حزينه مالتنا والله قرناطه، يوم رحنا هناك صورنا حتى حاطين الله يسلمك اخر امير من قرناطه وهو طالع سلم قرناطه مفاتيحها. ايه؟ حاطين نص وطلع تكرم بحمار ويكرم المشاهدين. ايه صحيح صحيح. احرام حتى يوم كان يبكي فوق التله يوم شاف قرناطه وراه. ايه؟ امه قالت له ابكي كالنساء على ارث لم تحفظه كالرجال. صحيح صحيح. يلا انت في الوسيل وعندك الوكرة وعندك التعاون وعندك قطر وعندك السد وعندك العروبة وعندك الريان وعندك النصر. السد يا جماعة باكر حطوا لنا اليسرى يا جماعة، هل اليسرى متصلين فيني؟ يقول ما حطيته بنادينا. وين تبي يبا، السد ولا السد؟ رقم 5 ان شاء الله. رقم 5 خلي شيل ابو محمد. رقم 5 رقم 5 ابو محمد شيله. حاضر. يمكن يدك مبروكة ان شاء الله. هذا 5 صح؟ الله ايه. كشفي كشفي خلاص كشفي خلاص بس كشفي كشفي. لا لا كشفي كشفي. لا وجه خير عليك. مبروك مبروك مبروك. مبروك خير عليك. مبروك. ويك خير عليك. يلا شد الحيل والعب واطرح لك على ملعب. من هو من عند معانا؟ سلمى. يلا خذ سلمى. السلام عليكم. الو مرحبتين. يا مرحبا سلمى، الله يعطيك الصحه والعافيه. يا هلا مرحبا اخوي، الله يسلمك. تعرفين علي؟ نعم. تعرفين علي تتابعين برنامجه؟ عارفه. نعم عارفه. اي نعم. يلا شد. من وين تكلمينا؟ من معادر الجنوب. الله يسلمك. من ام الدوم. يلا شد الحيل والعب واطرح لك على ملعب. يا هلا مرحبتين. نور نور عليكم. عليك السلام. يلا نور. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك. وما شاء الله عليك. يا الله
تجاوزت كل الأدوار. يلا الله يطول عمرك يا رب العالمين. يلا للحين ما بدينا. يلا 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 اختاري نادي، اختاري ملعب. آه نادي اقصد من الانديه. يلا الريان، النصر، العروبه، السد، قطر، التعاون، الوكره. الليوان الله يسلمك. الليوان مفلس ما في شيء، حتى عيديات ما في. قطر الله يسلمك. قطر من 1 إلى 10. يلا خلي خمسة الله يسلمك. يلا يا علي، بسم الله على بركة. لا تفتح يا علي، خلينا نشوف. اوه انت رياضي بعد، تحب الرياضة. سهل السؤال، هاي سهل السؤال. في اي بطولة كأس عالم سجل مارادونا هدفه الشهير باليد؟ هاي شنو؟ 1986، 1990، 1994. انا اقول هاي ما يجيب. انت مو بشعر تعرف اكيد الجواب. هاي ما ينسي. ها يلا 86. 86 يلا شد الحيل. يلا اختاري لك بعد نادي. الريان، النصر، العروبه، السد، قطر. يا السد الله يسلمك. السد اي رقم خلي رقم 10 الله يسلمك. رقم 10 حاضرين. يلا يا علي شيله. نفتح نفتح ان شاء الله بخير يا ربي. ما نصحك انا ترى نويه سو الى الحين خير على كيفك. اختاري خير ولا بخير يا شيخ الله يسلمك. يلا اختاري. غير يا شيخ. يلا اختاري. خلي التعاون من 1 إلى 10. خلي 8 الله يسلم عمرك. 8 يلا يا ابو محمد. سؤال عندك. سؤال، كم عدد الاهداف التي سجلت منتخب كوستاريكا في كأس العالم 2022؟ كوستاريكا؟ اي كم هدف سجلوا؟ بدعوا الصراحه. انا اعتقد انهم بدعوا صح. اي بدعوا يعني. بدعوا. صفر ولا خمسه ولا خمسه ثلاثة. ولا ثلاثه ولا خمسه يعني خمسه. يلا اختاري لك بعد، اختاري لك نادي. يلا بعد نادي. السد يا شيخ. السد من 1 إلى 10. 8 2 افتح. متأكدة؟ افتح. افتح افتح يا شيخ افتح. كم 11,000 ريال. يلا محمد خذ سؤال. يلا محمد عندك. ان شاء الله بس نمسي على ابو محمد بالخير، نورتنا يا اخوي. الله يطول عمرك ويقويكم ان شاء الله. الله يسلمك. الله ينورك. الله يسلمك. نقول من معانا؟ محمود. السلام عليكم يا محمود. وعليكم السلام. يلا حيه. كيف الحال اخوي؟ طيب الله يجزاك خير. شو اخبارك؟ من وين تكلمنا يا اخوي؟ من الدحيل الله يجزاك خير. دحيل؟ اي نعم. نقول شد الحيل والعب. اطرح لك على ملعب. حلو. يلا نبي هالحماس هاي. يلا دور يا دوار محامل دور. أستاذ الشيخ أحمد بن علي، لكن نوه لأعزائنا المشاهدين يقدرون يشوفون برنامجنا، برنامج ديوان لوسيل عبر شاشة تلفزيون قطر والصوت وصوت الخليج. الصوت صوتك. سؤالك يا أخوي محمود يقول ما اسم أكبر صحراء في العالم؟
الصحراء الكبرى. الصحراء كالهاري ولا الربع الخالي ولا الصحراء الكبرى؟ الصحراء الكبرى. صحيح. يلا حلو، تستاهل معاك 1000 ريال، ونقول شد الحيل والعب. اطرح لك على ملعب. اطرح لك على ملعب. يا هولو يا هولو يا هولو يا الجنوب. وسؤالك في دور الاثنين ال 16 في دوري المجموعات يقول: أين يقع ميناء ينبع؟ أتوقع أنه سهل، تركيا ولا السعودية ولا لبنان؟ السعودية. صحيح. حلو، معاك 2000 ريال ونقول شد الحيل والعب. أطرح لك على ملعب. أي نعم، نبي الحماس، نبي الحماس من المشاهدين. البيت. هذا البيت. بداية هبوب الرياح الشمالية في عرض البحر: غمري، غمري ولا كشكاش، كشكاش ولا الفنقل؟ كشكاش. كشكش يم كشكش اليوم الهواء الساعة 12 بكشكش الهواء هذا وكشكش. بارد اليوم الهواء بارد. يلا يا محمود. حلو 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 محمود، معاك 3000 ريال، تدفع تذكرة حق ولد بن طوار والمهندي ودش استاذ الوسيل، ولا تكتفي ب 3000 ريال؟ توكل على الله الوسيل ان شاء الله. ترى علي قال لي تحت الهواء ان عندك كروت حمر في مخباه. لا علي ما له علاقه بالرياضه. ما له علاقه بالرياضه علي. خلاص يلا الكره في ملعبكم. يلا عندك الوكره والتعاون وقطر والعروبه والنصر والريان والسد، وهذا ابو محمد وياك. الريان ان شاء الله. الريان من 1 إلى 10. 3. حلو. سؤال يقول لك: كم مرة فاز منتخب إيطاليا بكأس العالم؟ طبعا مرات عديدة، هي 2 ولا 3 ولا 4؟ لا أدري. مرات عديدة. مرات عديدة. أربع مرات. صحيح. يلا واختار لك نادي. الريان 5. الريان 5. حلو. الريان 5. أفتح. توكل على الله. خلاص. نعم. اشهد بالله ان صادتك عين وصابتك كرت احمر. يستاهل يستاهل يستاهل. يلا محمد. من معنا؟ 9000 ريال. خلي نروح. السلام عليكم يا حمد. الو. مو بنت حمد ترى. السلام عليكم. كيف الحال اخوي؟ مرحبا شيخ، الله يعافيك. من وين تكلمنا يا اخوي؟ من الخيرة. 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 عاد انا ضد اليوم. لا ما بعرف. هلا هلا يبا هلا هلا هلا. هلا يلا. يلا اخوي شد الحيل والعب. واطرح لك على ملعب يلا. واطرح لك على ملعب. لا نطيح في شروخك بس. المدينة التعليمية. وسؤالك يقول: ما هو أبعد كوكب في المجموعة الشمسية عن الشمس؟ نبتون ولا بلوتو ولا زحل؟ يلا الوقت، خلنا نسلم عليك. مرحبا شيخ مارك، الله يقويك ويحفظك إن شاء الله. بلوتو. يلا بلوتو. وشعبنا واحد. يلا وخليجنا واحد. عطيب عطى الجواب، عطى الجواب الخيرة بعد. عطوا الجواب، عطوا الجواب. أنا ما أشوف من بعيد. عطوا عطوا. نقول لك شعبنا واحد، ركزوا معانا. شد الحيل والعب. اطرح لك على ملعب. حلو. يا هولو يا هولو يا هولو يا استاذ الشيخ احمد بن علي مره ثانيه، وسؤالك في دور 16 يا اخوي يقول: ما اسم الشاعر الجاهلي المشهور بفرط كرمه؟ طرفه بن العبد، عنتره ولا عنتره ولا حاتم الطائي؟ بس 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 يبو الشاي عاد. قال لك من هالحايل. هالحايل يلا الحايل والعقال مايل.
نقول شد الحيل والعب. حلو، معاك 2000 ريال. لثمامة، وسؤالك يقول في أي بلد أسيوي يقع نهر نوي؟ نوي ولا نووي؟ نوي. الهند، نوي، الهند ولا تايلند ولا اليابان؟ والله مو بعيد من نوي، صح مو بعيد من الاثنين يعني. لا لا مو بعيد. كله خير الأمور. تايلند. تايلند تايلند يا أخوي تايلند. ما رحت تايلند صح؟ صغيرة وين يروح تايلند؟ ليش دعوة يعني ما يروح تايلند خير يعني؟ ليش دعوة يعني؟ المهم معك 3000 ريال تدش بها استاد الوسيل ولا تكتفي بال 3000؟ عندكم ميرة في ال... لا ما عندي. ما عندكم؟ لا لا ما عندي. لا لا سلامتك ما عندي ميرة. عندكم؟ عندي دكان شايب بس. بس إذا خلاص 3000 زينين. تروح لهاي بنت خير بيروح الوسيل. بيروح الوسيل. ودوا الوسيل. ودوا الوسيل. يلا علي كان عندي سؤال. ولا شاي يا مراد؟ إيه سؤال. أصعب رحلة علي في برنامج الرحالة تعبت فيه يعني فعلا تحس انك تعبت فيه. والله كلهم تعبت فيهم، بس اكثر شيء اتذكره القطب الجنوبي يوم رحنا بمركب طبعا 4 أيام 5 أيام، وما شاء الله الموج لعب فينا لعبه هناك، بس وصلنا هناك معزولين وتعب و... اي طبعا طبعا الاكل مختلف كل شيء مختلف يا اخي. اجل التصوير بروحه اي يعني. والله تدري اي والله يلا عندك الانديه يلا. الوكره، التعاون، قطر، العروبه، النصر، ريان، ساد. قطر من 1 إلى 10. قطر 4. 4. 4 موجود يا خير. انت من الخيره صح؟ اي نعم. وقلت لك وجهي خير. لا بقول لك لا لا. انت تعتقد ان هاي شيء اسمه زين؟ يس. الله يجزاك خير يا ابو هلا هلا. لو أنا اللي بديت لو أنت إيه؟ لا حبنا الخير عطاء أنت اللي مديت أنا بديت 15000 صحيح؟ يلا عادنا اتصال ونقول ألو. يلا علي قول ألو. ألو مرحبا يا أحمد. الو السلام عليكم. سلام مرحبا، ايش حالك يا احمد؟ تمام الله يسلمك. الله يقويك. لا ان شاء الله وجهي انا الى حد لا 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 جميل 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 جميل. يلا اختار لك اختار لك نادي يا احمد. لا مو بنادي الحين. الحين شد الحيل والعب واطرح لك. من وين تكلمني؟ وين يكلمني؟ من وين يكلمني؟ روض الحمامه. اطرح لك على ملعب احمد. احمد بن علي. أبندر اللي من ربوعي يبي الطيب لا ياخذ إلا من بيوت الشجاعة. هذا البيت في النصيحة ولا في الهجاء ولا ابتهال؟ أبندر اللي من ربوعي يبي الطيب لا ياخذ إلا من بيوت الشجاعة. نصيحة. 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 حلو البيت والله. حلو البيت. حلو البيت والله. أشكرك. يلا شد الحيل والعب واطرح لك على ملعب. اعتقد ان هذا البيت اذا ما خانتني الذاكره حق شالح بن هدلان. مسجد الشمعه في مدينه غزه يعود الى اي عصر اسلامي؟ الاموي، السلاجقه، المماليك. مالك يا مالكا قلبي. السلاجقه يا مالكا قلبي يا اسرا حبي. أيوة المماليك يا مالك قلبي. هاي كلمات الأمير عبد الله الفيصل صح. يلا شد الحيل والعب واطرح لك على ملعب. وغناها عبد الحليم حافظ. يلا المدينة التعليمية. عاد تعليمية السؤال عند علي. أنا ما أعرف. يلا أول صورة فوتوغرافية في العالم تم التقاطها كانت خلال عام 1826 في أمريكا ولا فرنسا ولا إيطاليا؟ أول صورة فوتوغرافية في العالم. أول صورة فوتوغرافية كانت في أوروبا. يلا وين في أوروبا؟
اي والله الشانزليزيه يمكن حولها حول نعم كونكورد اي ايطاليا كونكورد شانزليزيه الكونكورد فرساي يلا فرنسا فرنسا برج ايفل فرنسا بتذكر انا شفت هذه الصوره ومش ما ادري صوروا اعتقد صوروا مباني او صوروا كانت حيوان او شيء صوره مشهوره في 1826 صح يلا شد الحيل والعب اخو معك 3000 الحين انت في نادي لوسيل مع علي بن طوار الرحاله يلا اختار لك نادي يلا اختار لك نادي العروبه عروبه من 1 الى 10 يلا اختار لك رقم يلا يا رايضين يعني بننتظر ثمانية حلو بنت افتح ايه لك الله يستاهل كيفك يستاهل يستاهل ما في حماس ابدا وطب وهذه عادات تلفزيون قطر فواصل وانت واصل بغيت
حقيقة أنوه أن لين يطرى علي الأول كلمات الأخ الدكتور مرزوق بشير طبعا والحان الأستاذ عبد العزيز ناصر ومحمد. دخول الإعلام صعب. شوف دخول شلون أنت شلون دخلت الإعلام؟ أنا أعتقد أن الإعلام اختارني مو أنا اللي اخترته، وأعتقد دائما حتى نصيحتي لأي حد بده يدخل مجال الإعلام لازم يكون عنده هدف واضح، ما يدخل الإعلام بشكل عشوائي أو أنه يدخل يكون مشهور أو أنه يكون مثلا شخصية معينة، يدخل يقول مثلا أبي أنا مهتم بال مثلا السياسة، الرياضة، صح. جزء معين. فأنا قبل الإعلام كنت أسافر، عندي سفرات كثير قبل الإعلام، بس يوم بديت أكتب في الجريدة، يوم بديت أنزل عندي في الانستغرام، بديت أكتب شوي، وبس صار المواضيع اللي أنزلها كانت يعني مواضيع ثقافية جميلة عن السفر والترحال، إلى أن رأت المؤسسة القطرية للإعلام هناك فرصة أن نستثمر في جانب جديد اللي هو جانب الترحال والسفر، وإلى أن وصلنا بعض الحمد لله. لا، واللي يعجبني فيك أن أنت تعد برنامجك. صحيح. أو تشارك في إعداده. لا، أنا أعد البرنامج. أعد البرنامج. نعم. شوف، لذلك نجاح أي مذيع إن لابد أن يكون على الأقل 50% يكون شيء من إعداده، على أساس يكون يتمكن من أدواته. وهذا اللي بهرني وعجبني حقيقة في شخصيتك، وأيضا في تقديمك، لأنك عارف أدواتك اللي انت تبيها. اي بالضبط، وشيء مو مش بسيط اعزائي، يعني احنا نشوف الله يقوي ويحفظه ومشعل، التعب والارهاق اللي على مدار 30 يوم مش بسيط اطلاقا، يعني الوقفه والكتابه واختيار الاسئله والضيوف تواصل معانا اول باول، يعني الله يعينك انت والفريق اللي وياكم، شيء مش بسيط. الاعلام الجديد، خلينا نتنفس. لا لا لا, لا 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 انا عندي خبرنا في جديد، بس انا والله ما ودي افكر بالجديد، لان احنا تعرف هذا المشروع اخذ معنا تقريبا 8 شهور اعزائي، مشروع 8 شهور، فانا حتى ودي الحين قلت قبل اي شيء ودنا ناخذ مثلا فرصه بريك شهر شهرين نتنفس شوي فيه، لان مشروع مش بسيط، يعني تخيل 8 شهور انت تحضر كل يوم، ترتب كل يوم، انت مع المخرج سامر جبر ايضا، كنا وجه له تحيه طبعا يستاهل، ترى هو طرش لي حلقات اول باول. اي انا قايل له جزاك الله. لا لا ما يحتاج يطرش لي. أنا متابعك يعني. أيوة. من أول إطلالة على الشاشة. أي الله يقويك. لا بالعكس، أنا يهمني يعني أنا للأمانة يعني أنا يهمني ظهور الإعلامي القطري من خلال سواء من خلال تلفزيون قطر أو من خلال تلفزيون الريان أو من أي وسيلة إعلامية موجودة في قطر، ولذلك يعني اللي عجبني فيك في شخصيتك في كذا في الكاريزما في اللي قاعد تقدمه، ان حصيله معلومات انت تجتهد عليها انت تقدمها، وهذه رساله لاي مذيع لاي اعلامي لابد انه يعني على الاقل يكون صاحب هدف. ايوه تكون صاحب هدف، عندك رساله هدف. انت الان انت صاحب هدف ان تنقل معلومات، قصائد جميله انا تعلمتها، اشياء حلوه من خلال الماده ترفيهيه جميله جدا، انت صاحب هدف ايضا ابو مشعل. وانا اذا انا عندي صاحب مثلا هدفي ان نركز على جانب جديد في الاعلام، وانا احب هذا الجانب، حتى وقت فراغي تلاقيني اقرا كتب قديمه، اقرا بعض الامور هذه الثقافه نعم. تتولد مع الايام وتتراكم فتخلق منك مبدع. لذلك ابدعت انت يمكن من اول اطلاله. الله يجزيك. والسؤال اللي هو اصعب بعد النجاح هو التفكير، ماذا سوف اقدم؟ صح. لا، الاصعب اذا انت ركبت خطوه في الاعلام. بالضبط. وش الخطوه الثانيه؟ أبل. لازم تكون خطوه ثانيه. هذا بلا ابوك يا عقاب. اي أيوة والله هذا بلا ابوك. ايش هي الخطوه الثانيه؟ كيف بتكون متميز؟ ايش اللي بيميز برنامجك السنه؟ فالخطوه كل ما تصعد الدرج يضيق الدرج اكثر. صح. واكثر واكثر، فشيء جدا صعب. اجمل تعليق جاك سواء على تويتر ولا على، والله يعني انا اوجه التحيه للجميع امانه اللي علق بتعليق ايجابي او حتى سلبي. السلبي درسناه كامل، والإيجابي نشكرهم عليه طبعا. ما ودي أذكر أحد حتى ما أنسى أحد، ولكن طبعا كانت هناك إشادات من المنطقة، وتون مكتشف أنه مثلا إن شاء الله المشاهدات جدا عالية في الأردن وفي فلسطين. صحيح. في الأردن يعني تواصلون معنا بشكل يعني ما توقع، يمكن أكثر مشاهدات دول الأردن وفلسطين، وهذا كان سب تركيزنا على تصوير إتقان العربي وصولا إلى إتقان دولة قطر، حتى أن احنا نتكلم عن الدول العربية وإتقانها أيضا في هذه المواضيع. وطبعا الحمد لله اعتقد ان احنا عندنا اخطاء،
ما في عمل كامل، ما في عمل كمال لله سبحانه وتعالى. انت انت تجتهد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني انا اعلم وادري ان انت يعني اول حلقه راح تطلع على الهواء انت تكون في حاله توتر، في حاله عرف خوف وكذا من ردود الافعال. ف هذا هاجس الاعلامي، هاجس المعد، هاجس المخرج اللي يكون معاك. يعني هذا هاجس كبير. يعني اي 100% هذا هاجس كبير، وانت بتعرف كل التفاصيل. واعزائي بعض الاعلاميين، بعض الله يعطيهم الصحه والعافيه، يقول لك لا انا مجرد مثلا مقدم او ضيف او 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 مقدم فقط، فما يدخل في سلسله البرنامج كامله او في سلسله الاعداد كامله. او حتى انا كاميرا شليت ومشعل، احنا نتنقل اشيل كاميرا سكت باص الترايبود شليت العصا، ساعد الزملاء اللي معانا، كل عمل جماعي. هي سلسله جماعيه، مخرجاتها اعزائي يكون انا مثلا مخرج العمل، او بمشعل مثلا برنامجه هو مخرج عمل كبير، عمل ضخم، يعني مش شيء بسيط. شيء اتذكرت سالفه عندي صديق لي في امريكا سعودي الله يمسيه بالخير، يقول لي ان جيتنا جده لازم اكلك البليله. بليلي ان جيتنا جده اكلك البليله. والله خلاص بليله بليله، وجده مشهوره تعرف الكشري مصر وكذي. إيه؟ انا ما عرفت هذه نخي النخي. اعطاني رحت اليوم طاري النخي، يوم رحت هناك حط لي بليله تبي قلت له هذا احنا نسميه نخي. إيه نخي، احنا ناكل عندنا وحاشتني في امريكا 4 سنين باكلك البليله والبليله. انت درست في امريكا علي؟ اي نعم. تخصص؟ درست طويل العمر في ولاية كاليفورنيا في سان دييغو، درست علاقات دولية، ودرست ماجستير اقتصاد دولي وإعلام. أيضا عندي سؤال الآن، قناة 37 إلى متى؟ بإذن الله راح تكون لها إطلالة جميلة بمشعل، إطلالة فريدة من نوعها. إحنا رهاننا الكبير أن نبدأ من حيث ما انتهى الآخرون، وطبعا بلا شك ان صارت هناك بعض المعوقات والحمد لله اجتزناها، وباذن الله راح نعلن تفاصيل اكثر عن المشروع قريب باذن الله. في برامج حلوه جدا جدا، برامج يعني انا اشوف البرامج، انتبهت اني صرت مشاهد، يعني المفروض اني اقيم، صرت مشاهد البرنامج. في عندنا برامج حلوه معنيه بدمج المواطن بالمقيم. طبعا مثل ما تعرف ان خطابات سمو الامير الله يحفظه تكاد لا تخلو من المواطن والمقيم. صحيح. فحتى يوم على منبر الامم المتحده قال افخر بالمواطنين والمقيمين. المقيمين صح. فالان هذه القناه باذن الله راح تكون جسر بين المواطن والمقيم ببرامج مجتمعيه جميله باذن الله. بيكون لك برنامج؟ لا ما راح يكون لي برنامج في تلفزيون 37. في اسماء مطروحه؟ في اسماء مطروحه تقديم البرامج. في اسماء مطروحه تقديم البرامج. عندنا بعض الطلاب الان مقدمين، باذن الله راح نقدم للساحه. هدفنا ان نقدم للساحه مقدمين فنانين اعلاميين بارزين ينطقون باللغه الانجليزيه. الان هم تحت التدريب، وباذن الله احنا متفائلين جدا بنخبه الشباب ان شاء الله اللي راح تطلع من الاعلاميين. انا ادري انك ملتزم وعندك موعد مهم 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 جدا وما بآخرك، بس أبيك تأخذ وياي سؤالين عقب وادع. على بركة الله. أعطونا اتصال. رقية. رقية. عليك. عليكم السلام. رقية ولا رقية؟ رقية. يا مرحبا حياك الله. من وين تكلمينا؟ أسد. وين؟ أسد. وين؟ أسد. أسد. يلا شد الحيل والعب واطرح لك على ملعب. يلا يلا. نبات بري قصير ولو انه اغبش مخضر، هو التوت الرغل ولا التفاح؟ ها نبات الرغل. ايه بعد الحين التفاح بعد ما ادري. يلا شد الحيل والعب واطرح لك على ملعب. وصلوا يا ابو مشعل، وصلوا. عاد علي بيروح عنا للاسف يعني. اوه الوسيل، بس 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 خلص معالي الوسيل. يا الله. يلا يلا النوادي قدامك، الوكرة والتعاون وقطر والسد والعروبة والنصر. الريان. الريان من 1 إلى 10. 3 3 3 3 3 لا خذوه.
خذوا ثلاثة للأسف يعني. ها خمسة. خمسة خذوه. عشرة. عشرة موجود، تهيألي موجود. أقول لكم وجه خير عليكم اليوم يا أخي، تدري روحي بحق. أي أنت كذي كأنك بتدمر العالم يعني، والله العظيم. الحمد لله كل اتصالات أنا وجهي خير الحمد لله. يا أخي لا، أنا كنت بصرنك تم. أي أنت ارفع، أنت ارفع، أنت ارفع، أنت ارفع، أنت ارفع، أنت لا لا شيل شيل طلعه. أي تستاهلون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لكم وجهي خير. الله يعطيكم العافية. كم عنده يبا؟ 30,000. محمد هلا، أنا بروح أودع أبو محمد. بس خليه ياخذ ودام مسكين. ما يبي دام، ما له حايل في لي دام، ما له حايل في لي دام، دام خلت. وأنا بروح باخذ لأن جايبين علاجي وبجي. يلا إن شاء الله إن شاء الله. حط هني. حياكم. السلام عليكم يا سمي. محمد هلا والله، كيف الحال أخوي؟ الله يعافيك. شيخ بارك. وين تكلمنا يا اخوي؟ من الشحنيه. الشحنيه، وكنا اول اتصال هو من الشحنيه. المهم نقول شد الحيل والعب واطرح لك على ملعب. حلو حلو حلو، واطرح لك على ملعب. ما لكم في السمك يا سمي؟ ها استاذ الجنوب، وسؤالك في دور 32 بدوري المجموعات، في اي محيط يقع خليج عدن؟ ها الهادي ولا الهندي ولا الأطلسي؟ الهندي. الهندي صحيح صحيح، ما يحتاج. نقول شد الحيل والعب ملعب، واطرح لك على ملعب. استاذ البيت، يلا عبد الرحمن بلحول شو اسمه السمك. استاذ البيت، سؤالك في دور 16 يقول السن حديده ولا يريده؟ ما هو السن موجود هنا في الموقع؟ عصيده ولا حديده ولا يديده؟ السن حديده ولا يريده؟ ما هو السن؟ عصيده ولا حديده ولا يديده؟ حديده. يلا صحيح، لكن قبل ما يطلع الحديد او يوصل الحديد للاولين الله يرحمهم كانوا يحطون من خشبه او من السعف اللي انا اعرفه، يعني في ناس قالوا انه كان من خشب ولا كان من هاي السن، والله موجود هنا. المهم شد الحيل والعب واطرح لك على ملعب. بعد الرحمن يبس السن معك. استاذ الشيخ احمد بن علي، سؤالك يقول توجد مدينه راس سدر الصحراويه في تونس ولا العراق ولا مصر؟ راس سدر الصحراوية. مصر. صحيح صحيح، بس دامنا احنا تكلمنا بالسن وقبل ما نقول هاي هو السن، هو مجرد حصاه وهذه الحديدة، هذه اللي احنا تكلمنا عنها الحديدة. فالسن هو عبارة عن مرساه، مرساه للسفينة. المهم اخوي سمي، معاك 3000 ريال تدفع كلاوي. تذكرة وتدش بها استاذ الوسيل ولا تكتفي بها؟ ايش جائزة استاذ الوسيل؟ في جواز وفي كروت حمر وفي كروت صفر وفي البشت وفي الذهبي وفي البرونزي. الحين معك 3000 ريال. اكتفي تكتفي؟ للعلم للعلم اول شخص يكتفي. يعطيك العافية اخوي، لأنه ما جاب البرنامج أصلاً. يعطيك العافية. ناخذ اتصال. عبد الرحمن السلام عليكم. يعطيك العافية. الله يعافيك أخوي، شو أخبارك بك؟ جواك الله. وين تكلمنا من الكويت؟ من العقيلة. العقيلة بالكويت. حلو حلو. هلا بالمساء. هلا هلا والله هلا وغلا. شو أخبار المطر معكم؟ والله وقف. وقف؟
اي والله يا قلنا حلو نقول شد الحيل والعب اطرح لك على ملعب حلو 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 لثمامة سؤالك بدوري المجموعات في دور 32 يقول في أي بلد أوروبي تقع شلالات كو بلجيكا ولا عمان ولا كوستاريكا بلجيكا بلجيكا حلو حلو ما شاء الله شد الحيل والعب اطرح لك على ملعب اطرح لك على ملعب الجنوب سؤالك في دور 16 يقول ما هو أكبر بحر مغلق في العالم قزوين البحر الميت ولا البحر الأسود أنا أقول قزوين معك قزوين حلو بحر قزوين حلو تستاهل معاك 2000 ريال يعني أقل من 200 دينار كويتي نقول شد الحيل والعب وطرح لك على ملعب وطرح لك على ملعب البيت سؤالك يقول مصطلح بحري قديم يطلق على العقد الخشبي أو العقد الخشبي الذي يلف حول الصاري الحبل ولا الكشخة ولا الكنخة كشخة الصاري الكنخة الكنخة كنخة عطوه عطوه كنخة كنخة الصاري طبعا المقصود به اللي هو الفرمن في الصاري اللي هو الدقل لكن الفرمن أساس إنه قبل الأولين ما كانت عندهم خشبة كاملة فالجوينت اللي إحنا نسميه الوصلة ما بين الخشبة والخشبة كانوا يحطون خشبة ويلفون بها حبل فهذه تسمى الكنخة المهم الله يعافيك أخوي نقول شد الحيل والعب خلاص خلاص يبقى خلاص معك أقل من 300 دينار الدش بها أستاذ الوسيل مع أبو مشعل ولا تكتفي بها؟ لا بالسلام على ابو مشعل يلا يا ابو مشعل الكره في ملعبك يلا انت في الوسيل واختار لا. النادي الوكره التعاون السد العروبه النصر ريان العروبه رقم 8 عروبه رقم كانه راح يا حبيب القلب يا حبيبي 6 ان شاء الله كم 6 رقم 6 العروبه 6 العروبه اتاكد منها بس افتح والله ايش رايك انت ايش رايك شو يقول لك قلبي توكل علي افتح خلاص غير كيفك علي بن طوال راح يلا اختار غير الريان رقم 2 الريان رقم 2 شوف بحر. افتح افتح لا حي لازم افتح 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 ونقول الو مبروك راحت العقيل كم 7000 ولا كم 7000 عد اتصال سعيد مرحبا هلا يا سعيد يا مرحبا يا سعيد كيف الحال ابو مشعل الله يطول بعمرك ويسلمك تاجي عليك يا حي الله سهل الله يحييك وين تكلمنا حبيبي من شعبية خليفة شعبية خليفة يا مرحبا حي الله شعبية خليفة شد الحيل والعب واطرح لك على ملعب ازيك يا عمر ازيك يا عمر مبسوط يا عمر والله لسه فاهم الحكايه ولا نسيت ها وين نصل استناني شوي متى بدا اول بث لاذاعه قطر 68 74 70 او 68 تعال يا حبيبي 68 حلو شد الحيل والعب وطرح لك على ملعب انت محلوي كده ليه والله زي القمر لثمامة شوف سؤال في أي بلد عربي يقع سد الأخماس المائي
تونس جيبوتي الكويت. بتقول انت ايه يا عمر؟ اي جواب حتقوله انا حمشيه. الثاني بيقول الثاني جيبوتي. جيبوتي بيقول تونس. تونس يقول، يقول تونس، تونس يقول تونس، يقول تونس، هو يقول تونس. انا ما تونس تونس. يلا شد الحيل والعب واطرح لك على ملعب. وعايزنا نرجع زي زمان. قول لي الزمان نرجع يا زمان. وهات لي قلب لا دب لا تاب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان. وين راح؟ وين وصلنا؟ 9-7-4. شدهني شدهني هالجميل ماهر، شدهني هالجميل. شو اسوي يعني؟ استو جميل مثله بتشتهني. ما هي الدولة الأفريقية التي أصل اسمها اليوناني ويعني اللون الأحمر؟ نيجيريا، أريتريا، زائر. أريتريا ولا ولا هاي وينك؟ أريتريا. أريتريا حلو. عندك الآن 3000 ريال تأخذها وتكتفي على طول. على طول على طول لوسيل. لوسيل يلا لوسيل لوسيل. الوكرة، التعاون، قطر، السد، العروبة، النصر، ريان. الوكرة خمسة. الوكرة خمسة. وين الوكرة؟ الوكرة خمسة موجودة. افتح افتح افتح. افتح يا ابو مشعل. افتح. لا غيرها غيرها. اغيرها ولا افتح كيفك؟ غير غير. مأساتك عاد مو مأساتي. اختار غيرها يلا. لا ما رجع خلاص. عشرة الوكرة. عشرة الوكرة. فالك طيب. لا عشرة كنا. لا موجود موجود. سؤال، في أي استاد أقيمت مباراة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية؟ في المدينة التعليمية ولا خليفة الدولي ولا البيت؟ خليفة الدولي ولا البيت؟ يلا خليفة الدولي. يلا خلص. خليفة الدولي. خليفة الدولي. امتى حتصور يا أمر؟ يلا شوف لك شوف لك نادي. الوكرة خمسة. الوكرة خمسة. يعني انت مصمم عليه صح؟ ان شاء الله. الحكم وقف وصف رافع الكرت احمر. كرت احمر. انا رديته وانت رجعت وخذيته. يلا حمد خذ. يلا يلا من معنا السمي بعد. أوه ما شاء الله. السلام عليكم. مبارك عليكم ما تبقى من الشهر. علينا وعليك تبارك يا اخوي. من وين تكلمنا؟ من بوسدره. من بوسدره. ونقول شد الحيل والعب واطرح لك على ملعب. واطرح لك على ملعب. يا هولو يا هولو يا هولو يا هولو يا المدينة التعليمية لك في الإشراع يا سمي. والله شوي شوي تشوفه تشوفه الحين بيرفعون يزوى الإشراع إن شاء الله. سؤالك في دور 32 يقول مكتبة فرنسية عريقة عمرها 137 سنة وتم إغلاقها حديثا، هي الإسكندرية ولا موسى شينو جيبار جون ولا جيبار جون؟ جيبار جون. جيبار جون. حلو إن شاء الله من الاسم. صحيح صحيح. معاك 1000 ريال في دور 32. نقول شد الحيل والعب واطرح لك على ملعب. واطرح لك على ملعب. حلو. البيت. سؤالك في دور 16 بدوري المجموعات يقول مصطلح يطلق على وضع المقتنيات الخاصة في مكان سري في السفينة، اللثت ولا لبك ولا حاجة؟ يلا اللبك. اللبك إن شاء الله. نشوف. صحيح صحيح. مع أن هالأشياء دي ما تحصلها في جوجل. بس يعطيك العافية. صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي. نقول شد الحيل والعب
واطرح لك على ملعب أستاذ الشيخ أحمد بن علي، سؤالك في دور الثمانية يقول: شاعر وفارس جاهلي كان السيد بني ثعلب ثغلب هو الحارث ولا عمر بن كلثوم ولا امرؤ القيس؟ عمر بن كلثوم. صحيح لا ما شاء الله عليك يا محمد، معاك 3000 ريال الدش بها استاذ الحسين عند ابو مشعل. عند ابو مشعل ان شاء الله. يلا الكرات ملعبك يا ابو مشعل. هو اللي قال في الطواف ترى الغزال المحرمه حج الحجيجه وعاده، ما ادري شنو عاده، مبارك عليك زمزم علينا وعليك يا ابو مشعل. شدوا عليوش يلا يلا يا حبيبي. الوكره التعاون الوكره غف بالطواف ترى الغزال المحرمه. عندك الوكرة ستة. من واحد ستة إن شاء الله. في أي استاد أقيمت مباراة الأرجنتين وأستراليا في ملعب أحمد بن علي؟ في الإثمامة ولا في 974 ولا في استاد الشيخ أحمد بن علي؟ يلا الشيخ أحمد بن علي. يا حلو يلا شوف لك بعد ستة. السد 9 وينه؟ السد 9 السد 9 موجود. افتح الشور. شورك يا ابو مشعل؟ انا بحطها في رقبة واحد هاجري عندي هني بافتح. افتح تسعة آلاف. يلا محمد شفت شنو سمعتكم اليوم؟ يلا من معنا؟ شنو سمعتكم اليوم؟ معنا بياح. في بياح يا أبو مشهد. أم عبد الله السلام عليكم. كربنا من البياح. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، من وين تكلمينا؟ من عمان. من عمان ما شاء الله. كل عام كل عام أنت بخير إن شاء الله. وأنت بخير. بارك عليكم ما يتبقى من الشهر. علينا وعليك تبارك إن شاء الله. من وين من عمان؟ جميع إن شاء الله. من مسقط. من مسقط عند سوق مطرح يعني. ايوه حلو قريب. نقول شد الحيل والعب وتروح لك على الملعب. حلو يقولون اللافته موجوده هناك في سوق مطرح. شد الحيل والعب. استاذ 974 سؤالك في دور 32 يا ام عبد الله يقول: اخر مسرحيه قدمها عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه والتي عرضت في قطر فقط عام 2004 هي على هامان يا فرعون، على الطاير ولا قناص خيطان؟ قناص خيطان. على الطاير. إيه على الطاير. على الطاير. وإيه صح على الطاير. قناص خيطان صح. على هامان صح حتى أنا اللي كتبت الكلام أكله والله شلون حطها على الطاير. إيه صحيح أنا كتبها. حلو شد الحيل والعب وطرح لك على الملعب. وطرح لك على الملعب. وشلون حطه خليفة الدولي. سؤالك في دور 16 بدوري المجموعات يقول: من هو أول رئيس مجلس شورى قطري؟ خالد بن حمد آل ثاني، خالد بن عبد الله العطية، ولا عبد العزيز بن خالد الغانم؟ خالد بن حمد آل ثاني رئيس مجلس شورى. أول رئيس مجلس شورى العطية. يا وش ترى لا تساعد. ما بساعد. لا تساعد. صحيح خلاص قالت الغانم. قالت صح. معاك 2000 ريال ونقول شد الحيل والعب. ليش اسوي؟ اطرح لك على الملعب. واطرح لك من عمان يا ابو مشعل. من عمان. اقرا ما بين السطور. اسف اقرا ما بين السطور. لا حول الله. اسف يبا. مساعة من صخيره لو حبيتك عيني ما ضمك. لا حول الله. من هو اصل الفنان الكوميدي نجيب الريحاني الذي عاش واشتهر في مصر؟ مصري ولا سوري ولا عراقي؟ نجيب الريحاني عراقي. صحيح من اصول عراقيه. ام عبد الله ليس بعراقي ولكن من اصول عراقيه. هو مصري. اي نعم. حتى محمد رضا
تدشين بها استاد الوسيل بال 300 عماني ولا تكتفين بها؟ دشي هالبلسين ان شاء الله. يلا وش هالكرة ملعب. حتى حتى الممثل محمد رضا اصله يعني اصوله من ايران. يلا عمر الشريف نفس الشيء، نجاة الصغيرة نفس الشيء، بعد سعاد حسني نفس الشيء، بعد قولي لي بعلم هاي سوالف كلها عارفها تاخناها تاخناها. يلا يلا الوكرة التعاون قطر السد العروبة النصر ريان. السد السد من 1 إلى 10. أربعة. أربعة. أنت من عمان صح؟ أيوة. في أي استاد جرت مباراة اليابان وكرواتيا في دور 16 الجنوب أو الثمامة أو المدينة التعليمية أو الجنوب؟ الجنوب. الجنوب. إيه يلا. ونختار لنا نادي. السد. السد من 1 إلى 10. ستة. ستة موجود. ايه. في أي مركز يلعب سامي الناجي مع منتخب المملكة العربية السعودية في الدفاع في حراسة المرمى أو في الوسط؟ أو في الوسط. الدفاع. الوسط. ها شو قالت؟ الوسط. 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 يلا نختار لنا بعد نادي. نادي قطر. قطر من 1 إلى 10. سبعة. سبعة. افتح. افتح. الله الله في العمان يا ابو مشعل. هذا دورك من هداية الله يا ابو مشعل. افتح. افتح. من وين تكلمين؟ من عمان. من مسقط. مسقط. افتح. لا تلعب اعصابهم. اي ولا لا؟ والله ما ادري. لا لازم تدري. بسم الله توكل على الله. توكل على الله. ردي ردينا يلا. ردي ردي. حلو على كيفك. حلو حلو. يلا ناخذ اثنين. اثنين نادي قطر صح؟ ايوه ان شاء الله. سؤال اللاعب الالماني صاحب الرقم القياسي في عدد الاهداف في كاس العالم هو بيكنباور، كلوزه او ماتيوس؟ كلما تعرف الرياضه يا ابو مشعل. كلوزه. كلوزه. لا ما انا اعرف اسامي. انا الوحيدين الاسماء الالمانيين اللي اعرفه، الباقي ما اعرفه. هي بعد مبروك عليك 6000. خذ اتصال يا محمد. يلا من معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. مرحبا يعطيك العافيه. الله يعافيك اختي. من وين تكلمينا؟ من الدفنه يا اخوي. الدفنه. حلو. نقول شد الحيل والعب واطرح لك على الملعب. حلو حلو. عطنا شاي يا مراد البيت. ها سؤالك في دور 32 يا ام يوسف. نبات اسفنجي بني اللون له رائحة كريهة ينمو في قاع البحر. الدوا هذه شبه الرملي. القصيع ولا لحم ولا الخشر؟ يلا هل دفنة خير الأمور؟ اللحم. لحم. اللحم. حلو. معاك 1000 ريال ونقول شد الحيل والعب واطرح لك على ملعب. حلو. واطرح لك على ملعب. افا افا والله ودنا يعني نسادس لكن للاسف. ان شاء الله تدشين في الوسيل في اللفه الجايه. نقول شد الحيل والعب واطرح لك على ملعب. واطرح لك على ملعب. يلا يا رب. 9-7-4. سؤالك يقول من هو أول أو ما أول عمل تلفزيوني في تاريخ الدراما العربية والذي تم إنتاجه عام 1962؟ هارب من الأيام ولا هارب من الموت
بعيد الشر عنكم ولا هارب من الحياة؟ يلا أول عمل وشعبنا واحد. هارب، هارب من الأيام. حلو حلو، هارب من الأيام وحظا أوفر في اتصال آخر، ومبروك عليك الألفين ريال. وناخذ فاصل ونتعامل مع الإشراء ونشوفكم بعد شوي. أخوي العزيز الكبير محمد الصميطي، شكرا من القلب أقولها لك. غازي بن أحمد المناعي أبو فيصل، شكرا من القلب أقولها لك. عد اتصال. فاطمة يا هلا. يا مرحبا يا فاطمة، وين تكلمينا؟ من الوكرة. يا حي الله الوكرة، شد الحيل والعب وطرح لك على ملعب. دكتور أحمد مشرباك، شلونك حبيبي؟ كان مديري هو. مديرك دكتور؟ ايه. وين تشتغل عنده انت في التربية؟ لا كان مدير الاستغلال هو. هاي استغلال المدرسة؟ مدرسة؟ ايه مدرسة صح, صح, صح صح صح. يا حلا خطوة، يا حلا خطوة المشي والجو ليلي ونعشي. ما هو لنعشي؟ الرياح الشمالية الشرقية، الكوس الرياح الغربية الجنوبية. إذا هي متابعة بتعرف نعاشي وشو من كم من يوم كان علينا نعاشي. الشرقي الشرقي الشمالي الشرقي الشمالي صحيح. يلا شد الحيل والعب وطرح لك على ملعب.
خليفة الجنوبي. خليفة الجنوبي، خليفة الدولي. لا. ماذا تعني كلمة كاراتيه باللغة اليابانية؟ اليد الخالية، السلاح الخفيف، الرياضة القاسية، ولا الكف الخالية؟ الخالية. الكف الخالية صحيح. وشد الحيل والعب وطرح لك على ملعب. هولو يا هولو يا هولو يا هولو يا هولو يا البيت. مصطلح أطلق حديثا على السفن الخشبية العاملة بمحرك بخاري، اللنج، ماو، زورق، أو اللنج. اللنج. لنج. اللنج. اللنج. يلا شد الحيل والعب. آه عنده 3000 ريال الحين تاخذينها تروحين الوكرة ولا ندخل لوسيل؟ لوسيل. يلا خل، يلا هذا الانديج قدامك واختاري من الوكرة، التعاون، قطر، السد، العروبة، النصر، ريال. النصر ان شاء الله. واحد. النصر واحد موجود. بديت النصر واهل النصر. المنتخب الذي تصدر المجموعة الثالثة في دور المجموعات في كأس العالم، المكسيك، بولندا، الأرجنتين. أحب أقول ساعدني. أرجنتين. أرجنتين. يلا ملعب با نادي. العروبة. العروبة من 1 إلى 10. 2 إن شاء الله. 2. خل لفيت الكروت كلها، إيش دعوة. افتح لعيون عبد الحكيم العبد الله. افتح. تستاهل تستاهل. كم؟ 9000 ريال. خذ التليفون الحين. من معنا؟ جواهر. السلام عليكم يا جواهر. عليكم السلام والرحمة. كيف الحال أختي؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. علينا وعليك تبارك إن شاء الله. وين تكلمينا أول شيء؟ الأخرطيات. الأخرطيات. نقول شد الحيل والعب. وطرح لك على ملعب. وطرح لك على ملعب. يا هولو يا هولو يا هولو يا أستاذ الشيخ أحمد بن علي الله يرحمه. سؤالك في دور 32. من القائل؟ كل شيء غير ربك والعمل لو تز. لا لا لحظة لحظة لحظة. من الغايل؟ كل شيء غير ربك والعمل لو تزخرف لك مرد للزوال. حلو. هذا البيت للشاعر الكبير محمد بن لعبون. أبي خله. حول الله. محمد بن لعبون. خلني ساكت بس. خلني ساكت. لا لا تنقض جروحي. لا تنقض جروحي. خلني ساكت. المهم شد الحيل والعب. رح لك على الملعب. وطرح لك على الملعب. أنا آسف يا أخو يوسف. شفت حسينو لما قال الفحم الحجري. الفحم الحجري. يلا أستاذ خليفة الدولي، من هو اللاعب الملقب بثعلب الكرة القطرية؟ محمد إدهام، منصور مفتاح الله يعطيه العافية، المعز، منصور علي. مفتاح. منصور مفتاح صحيح. معاك 2000 ريال ونقول شد الحيل والعب. يا هولو يا هولو يا هولو يا لا مو معانا، مو مركزة معانا. المدينة. المدينة التعليمية. ماذا يطلق على علم الكشف عن المغارات والكهوف؟ الاستغوار، التنقيب، الاستكشاف، والتكهن. أو الاستغوار. 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 حلو حلو. معك 3000 ريال تدشين به أستاذ لوسيل ولا تكتفين به 3000؟ إن شاء الله نكمل لعبة. يلا عند ابو مشعل. الوكرة، التعاون، قطر، السد، العروبة، النصر، ريان. السد. السد من 1 إلى 10. 4. 4 راح. 4 راح. 2. 2 راح. 6. 6 راح. الريان انت باقي 3 و7 و8
وعشرة. لا. ثمانية. ها ثمانية. ثمانية. أيوة تغير. ثمانية ثمانية ثمانية. كم مرة فاز اللاعب الكاميروني صموئيل إيتو بجائزة أفضل لاعب أفريقي؟ مرة واحدة، مرتين، أربع مرات. أربع مرات. أربع مرات. يلا نشوف لنا نروح حق الريان. الريان حلو. الريان من واحد إلى عشرة. واحد. واحد. في أي استاد أقيمت مباراة ربع النهائي بين هولندا والأرجنتين؟ الجنوب. 974 لوسيل. 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 بعد في شيء؟ الريان. يلا الريان من واحد إلى عشرة. خمسة. خمسة راح. أربعة. أربعة موجود. نشوف إن شاء الله. أفتح. ايش قلتي؟ تساعدنا. برده. رده رده. يلا. ثمانية. وين وين قالت هي؟ الريان. الريان هنا. اي الريان. الريان ثمانية. حلو. سؤال. مع أي منتخب يلعب الفارو مراد موراتا؟ إسبانيا، البرتغال، المكسيك. إسبانيا. ولا يلا. إسبانيا. إسبانيا. مبروك عليه 6000 ريال. ناخذ اتصال. السلام عليكم. تميم. السلام عليكم. عليك السلام. كيف الحال يا أخوي؟ الحمد لله الله يعافيك. من وين تكلمنا؟ من أم العمد. أم العمد. نقول شد الحيل والعب وطرح لك على ملعب. حلو. الجنوب. سؤالك في دور 32 يا أخوي تميم يقول: أين يقع ميناء أنطاليا؟ واضح، ألمانيا ولا النمسا ولا تركيا؟ تركيا. حلو. معاك 1000 ريال ونقول شد الحيل والعب واطرح لك على واطرح لك على الملعب. 974. ما هو الجبل الذي يفصل بين قارتين افريقيا واوروبا؟ الاطلس، جبل طارق، ولا الألب؟ جبل طارق. جبل طارق. حلو حلو. بس تسلم. شد الحيل والعب طرح لك وطرح لك على ملعب. معاك 2000 ريال وطلع معاك استاد الجنوب. وسؤالك في دور 8 يقول: أين يقع مسجد الطواويسية التاريخي؟ عمان ولا سوريا ولا لبنان؟ سوريا. يلا يا سوريا. يلا سوريا. حلو. سوريا صحيح. معاك 3000 ريال تدفع تذكرة حق استاد الوسيل ولا تكتفي بها 3000؟ اي بدفع تذكرة. حلو. يلا ومشعل يا علي. الزين بينت نرسومه يا علي. وذر القمر. كيف الحال حبيبي؟ زين. كحل عيونك اليوم. الناس اللي غطل... والله هزتك حلوة. كشختك لا جميلة اليوم. يلا. عندك السد وعندك الريان وعندك الوكرة وعندك العروبة وعندك التعاون. يلا. يلا قطر. قطر. يلا قطر. عندك قطر. يلا قطر 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 قطر. هذه قطر بيت. من واحد إلى عشرة.
ثلاثة. بالك طيب، ريحتني الله يريح بالك. حلو، كم 7000 صح؟ ها في تلفون بعد؟ ألو. ألو. علي من السعودية، يا مرحبا بالسعودية وأهل السعودية. يا هلا والله. من وين من السعودية تكلمينا؟ كل عام وأنت بخير. وأنت بصحة وسلامة. يا مرحبا ويا مرحبا. من وين من السعودية؟ من تبوك. تبوك، تبوك، يا مرحبا بهل تبوك. يلا شد الحيل والعب ونوخيلك على ملعب. هولو يا هولو. لا حرام حرام. يلا شد الحيل والعب ونوخيلك على ملعب. البيت، البيت شو يقول البيت؟ أكمل المثل التالي. انفخ يا شريم قال ما من حار برطم دبس. هاي مثلكم مثل سعودي بعد ما يحتاج، من الجزيرة. ما بشنو برطم قلتي؟ ايش قاله؟ ايوه برطم. صحيح. يلا شد الحيل والعب كملي انتي. شد الحيل والعب. حلو حلو حلو. 9-7-4. اين يتم تصنيع قبعات بنما؟ الاكوادور، أرجواي، بنما. إكوادوري. الإكوادور. الإكوادور صحيح. الآن قل مبروك عليك الألفين. للأسف كنت أتمنى توصلين معي لوسيل وقلبي معاك صراحة. ونقول ألو. شجاع من الشحانية. مسيك بالخير يا أبو مشعل. مسيك بالنور والسرور. طول لي عمرك. من وين تكلم؟ وين تكلمني حبيبي؟ شحاني يا صوب متحف الشيخ فيصل. اي بكانك شاركت معاي في سنه من السنوات ولا لاول مره؟ هاي اول مره. ولي الشرف. الله يطول بعمرك. يلا حبيبي شد الحيل والعب. راح لك على ملعب. يلا لا نوخ على ملعب الشيحانيه. الشيحانيه لازم تقولي نوخ لك على ملعب. نوخ على ملعب. يلا نشوف الجنوب. اين يقع ميناء بن قردان؟ ها الله مالي نيجر. تونس. تونس. يلا شد الحيل والعب ونوخ لك على ملعب. تسعة سبعة أربعة حبيبي. من هو الممثل القطري الذي شارك في مسلسل ابن تيمية؟ ابن تيمية الذي كان بطله عبد الله غيث. سيار دهام الكواري، عبد الله غيفان، ولا محمد اللنقاوي الله يرحمه؟ ولا محمد اللنقاوي ان شاء الله. يا يبا محمد اللنقاوي طال عمرك الله يغفر له، كان معلق رياضي ويقدم برامج رياضية. يلا غير يلا الأول. نعم سيار دهام الكواري الله يعطيه العافية، طبعا من أوائل المخرجين في إذاعة قطر وممثل وكاتب جميل الله يعطيه العافية. شد الحيل ولا يلا يلا أحمد بن علي ونشوف السؤال. أكمل المثل التالي، إذا فات الفوت اقطف التوت، على الصوت ما ينفع الصوت. حلو ما ينفع الصوت. سكت الماي محمد ها؟ اي سكت. الساعة كم تثبر؟ ممكن على 3 فجر. ايه مع السحور يعني. لا يلا انت الان عندك الوكلة، التعاون، قطر، العروبة، النصر، ريان، السد. الريان أربعة. الريان أربعة موجود. يا لا 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 غير أبو مشعل. غير النصر أربعة يطول عمرك. النصر أربعة إن شاء الله.
افتح افتح الله يا ان شاء الله ان شاء الله خير يا ابو مشعل. علي بن طوار ابو محمد علي بن محمد بن طوار راح وخلى خرست عندنا روح حوش 7000 لحظة شوي جابر اسمعني يسمعني جابر صح ابو كريم اسمعني رانية تسمعني عندكم مطرب اسمه خالد الملة بعد شوي نزلي بعد لحظة شوي انا كنت مجهزها والله حق علي بن طوار بقولها فيه لكن راح الزين الزين تبين رسومه يا علي وثر القمر غير النجوم اللي معه والخيل اعرف اصلها من تقبلي تعرف عفري الظبي واعرف عفري الظبي من مدمعه والزين والزين دايم يا هلي دل حلق ألذ من طش السحاب بمنقعه والشين شين الله يعين المبتلي لا قابلك تفرح متى الله يقلعه ويلي على نجل العيون الأكحلي من يوم لقاني أخذ روحي معه حلو بلا مكياج وبلا حلي زينه طبيعي ما يستصنعه سليمان الهويدي الله يغفر له أسمعها أسمعها الله وينها وينها قدمي شوي قدمي شوي قدمي شوي قدمي كل شيء جاهز اللي جاهز عشاك يا ابو مشعل هاي تعال هاي عش عش طيور لا 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 شن 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 مال الغزول شن راحت الاغنية جسم عور يلا ماني 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 لاني بمتناسي ولاني بتايب مدام مدام بالدنيا بنات المزايين الله روح قدام روح قدام لا جدم شوي جدم شوي لا الموال طويل هذه قال المثل وفر لنفسك بالرحايا لا قدم 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 يا ابو عيد الناس لا ما نجحت وياي الليله في العشاء بعد حق القفان ايش هذا عشاك وعلى الله شفاك وانت في ذمتك اكو جد مهم زين بينت رسومه يا علي يا علي زين بينت على شرف محمد برزها لا بس القمر غير النجوم اللي معه والخيل عرف اصيلها من تقبلي الله وعارف عفري الظبي من مدمع وعارف عفري أشهد بالله أنا شاعر بسم الله بسم الله بسم الله ما طحت على النخي خاف فاضي بلح محبة زفير الطوفان ما أحبه خيل عرب اصيلها من تقبلي خيل عرب اصيلها من تقبلي اشهد وعرف عذري الضبان من مدمعه والزين دايب يا هلي دمح يا من طش السحاب بمنقعه الذ من طش السحاب بمنقعه والشيشين الله يعين المبتلي الشيشين الله يعين المبتلي قبلك تفرح الله يقلعه ويلي على نجل العيون الأكحلي أعزائي المشاهدين وإن كان في المخبز جديد
باكر اكيد ان الله اعطاني وياكم عمر بنلتقي. مع السلامه وتصبحون على خير. اشوفكم على خير ان شاء الله. وانا قرقفانك ليله ما ابي. البيض واضح زينهم لا تسالي، البيض واضح زينهم لا تسالي، كل الحلا ربي عليهم وزعه، ويلي على نجل العيون لك علي، من يوم لاقاني واخذ روحي ما، من يوم لاقاني اخذ روحي ما، نعم من الجنس اللطيف انكحلي، نعم من الجنس اللطيف انكحلي، ليتك تشوفه يا محسن مروعه، حلو كلامك يا جوب لي حلي بسم الله صفر وابتدي، بسم الله صفر وابتدي، بسم الله العب وهدف يا بعدي، بسم الله العب وهدف يا بعدي، بسم الله برنامج اللي ورا انزل لوسيم تعال العب معاي في كل مجال، في الشرق ولا في الجنوب، في جبلة ولا في الشمال، انزل تعال ارثك قطر العب معاي عرض وطول وحط قول، العب عرض وطول، العب ركز وشوت، ركز وشوت، تك 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 معاي وحاول، هدف واضح عليه تك تك معاي وحاول، تك تك حدر لوسيم لو تعال العب معاي في كل مجال، حول عليه حول، سلام في لوسيم.